السلام عليكم، معكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو جايين نحكي عن كتاب آل هشام للدكتور خزعل الماجدي. طبعا انا كنت حكيت قبل هيك على القناة عن كتاب دكتور خزعل الماجدي، اظن اسمه المندول الميثولوجي اظن. وللي ما بعرف من هو خزعل الماجدي، فهو واحد من اشهر الشخصيات اللي بكتب في مجال التاريخ حاليا، وعنده ما شاء الله كتب بالهبل. عنده حوالي، مكتوب عندي هون بهذا الكتاب على الجنب، عنده حوالي 50 كتاب مقسمة بين أعمال مسرحية وبين كتب شعرية وبين شغلات في الأديان والميثولوجيا، يعني كثير كاتب شغلات ما شاء الله. طبعا المهم يعني بهذا الكتاب آل هشام بيحكي الأستاذ خزعل الماجدي، أو بيحكي مثلا نظرية جديدة، إنه أولا كلمة كنعان اللي هي المنطقة اللي سكن فيها فلسطين الفلسطينيين اسم غلط، لازم ما نحكي كنعان، لأنه هذا الاسم في الأساس مأخوذ من مصادر غير موثوقة زي العهد القديم أو التوراة أو التناخ. وبعضه بيحكي لك إنه اسم شام هو الصحيح. ليش؟ لأنه شام هو اسم الإله القومي لمنطقة بلاد الشام، ومنها كمان فلسطين أو كنعان، فالمنطقة كلها كان اسمها شام نسبة للإله الشام، الإله اللي اسمه شام. هذا المختصر يعني تاع الفكرة. وبيحكي بعد هيك أنه صارت عملية تحريف كثيرة بسبب الثقافة اليهودية اللي اندمجت بالمسيحية، وبعد هيك عملوا، خلينا نحكي التاريخ تاعهم، خلوه هو الأساس القاضي على كل إشي، على الأساطير، على البلاد، وهذا الإشي ساهم في تحالف كثير شغلات، منها الاسم اللي هسه حكينا اللي هي كنعان. هذا كمختصر يعني للموضوع. بعد هيك بتفضل الدكتور خزعل وبقدم شجرة للآلهة الكنعانية اللي هي آلهة فلسطين والآلهة الشام، بس بشكل مختلف عن الشكل اللي كان حاطه واحد مسيحي مش حافظ اسمه عاليا، مهم عالم قديم. فهو بقدم شجرة أنساب جديدة بتبلش من الإله إيل، حسب أنا متذكر، لا مش من الإله إيل، بتبلش من الإلهة الأم اللي لها اسم معين، وبعدك تبلش إيل وتحت كذا. هذا كمختصر شديد. بعدك ببلش يقدم الآلهة بشكل مختصر، الآلهة الكنعانية، الآلهة الشام، مثلا إنه الإله الفلاني هو نفسه بالثقافة الفلانية، زي مثلا بعل هو نفسه زيوس، هو نفسه حداد عند العراقيين، هو نفسه، يعني بقدم شغل ممتاز، وبيحكي زي مختصر شديد لكل أسطورة من هاي الأساطير الدينية. وبعد هيك ببلش يحكي عن الآلهة الأم وكيف إنه أخذت هاي الإله من هون. اللي بدي أحكيه الشغل هذا بالنسبة للواحد، أي شخص بيهتم فيما يخص مجال الأساطير أو الميثولوجيا، فهو إشي أو شغل جدا ممتاز أمانة يعني. ولكن مع هيك يعني عندنا بعض شوية ملاحظات على الكتاب كالعادة. أولا كان أحيانا الدكتور خزعل يستعمل في بعض المصادر تعيته بالكتاب للأسف الشديد مصادر غير موثوقة نهائيا، هو أصلا بيحكي عن المصادر كويكيبيديا. استعمل دكتور خزعل بالكتاب تاعه أكثر من مرة لما أشار على بعض الآلهة وكذا ويكيبيديا كمصدر. طبعا هي مش كثير استعملها، ولكن فعليا هذا الموضوع أنا ضايقني، لأنه ويكيبيديا لا تعتبر مصدر موثوق أمانة، لأنه ممكن أي بني آدم يخبص اللي بده إياه على ويكيبيديا. هاي أولا. ثاني مشكلة إنه كان يفترض فرضيات ما بتعرف ليش طفى الفلاش، تمام، فهسه يمكن تبين أسود شوي، ما علينا. نرجع للموضوع، شو تطفى؟ قطع حبل أفكار. كان يجيب نظريات يعني ما حدا جابها قبله، والنظريات هاي بدون دليل، زي مثلا بيقول لك مثلا بصفحة من هالكتاب إنه النبي نوح هو اصلا كان له مش ثلاث اولاد زي ما بتحكي التوراة، بل اربع اولاد، انه نوح كان له اربع اولاد، بدليل انه نوح هو في الاساس اسمه مش نوح، اسمه ماخوذ من الاله ان او الليل، كان هذا اللي فهمته، اله الهواء. فبعد هيك اخذ باقي اسماء لاولاد نبي نوح، يافث
أظن اسمه يافث وسام، بعدك حولهم سام خلاه شام. أنا نهائيا ما اقتنعت بهذا الكلام مانة يعني، وبعدين هي وجهة نظر هو حار فيها، ولكن مين اللي قال هيك؟ هذا مبدئيا يعني هاي الشغلة ما ضايقتني، اللي هي فاضيات اللي ما في حدا جالها بطريقة مش منطقية نهائيا. ممكن هو بتبع المدرسة تاعت الألسنة، في مدرسة بالأستاذ هيك، ما علينا من هالكلام. وبعدك يعني جاب نظريات ما بطرش من جايبها، فهس كان الموضوع كان شوي مش منطقي، وغاب بعض المصادر اللي شوي حسيت انه ضغوطي. بس ما هيك الشغل بشكل عام للكتاب كان ممتاز كثير. وفي شغلات بصراحة انا عرفت عن الكتاب وعن اهل فلسطين بصراحة، يعني انا قاعد اضحك وانا بقرا فيها. من هاي الشغلات انه الفلسطينيين كانوا يامنوا انه السماء والارض ماسكها جبلين، الجبلين هذولا وإذا في بنات يمشوا هم كانوا الصدى تاع واحدة من الآلهة ماسكة الصورة. هاي الشغلة كانت عن جد بتضحك. وتكلم برضه شو يعني آلهة لودون، وتكلم عن كثير شغلات. بشكل عام كتاب كويس تمام، ولكن ممكن النظريات اللي هو اختارها ما حطها بالكتاب كان أحسن لو ما حكاها بصراحة. يعني غير الكتاب ممتاز كثير لأي شخص بحب مثلا الأساطير. وفي وجهة نظر نظرية عيده ممكن أنا عجبتني الصراحة، ممكن فعليا تكون صحيحة، ممكن الاسم ممكن نمشي إذا كان شام للمنطقة، ممكن ما عندي مشكلة فيها. على كل هذا هو الفيديو، آسف على الإطالة ويلا سلام.